الملك الثالث عندنا احنا في العصر ده عندنا اربع ملوك، اخذنا احمس، اخذنا الملكه حتشبسوت، الملك الثالث عندنا هو الملك تحتمس الثالث. تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ده عمل حاجه عظيمه جدا، هو كان بيقود حملات عسكريه على المناطق المجاوره دي، فقاد 16 حمله عسكريه على سوريا وفلسطين. 16 حمله عسكريه على سوريا وفلسطين. انتصر عليهم في معركة مهمة جدا اسمها معركة مجدو، اسمها معركة مجدو. يبقى هي هنا قول لي انتصر الملك تحتمس الثالث على مين؟ على سوريا وفلسطين، فمعركة ايه؟ معركة مجدو. طيب هو عمل كده بس؟ لا، ده بنى اسطول بحري قومي. الاسطول البحري اللي بناه ده استطاع بيه ان هو يسيطر على جزر البحر المتوسط. فكده بقى من ضمن حكم مصر جزر البحر المتوسط، سوريا وفلسطين اللي هو اخذهم دلوقتي لما انتصر عليهم في معركه مجدو، وكمان زود البلاد بتاعته لحد النوبه جنوبا. فاقام اول امبراطوريه عرفها التاريخ. امبراطوريه يعني مجموعه من الدول حوالين بعض، اقام اول امبراطوريه في التاريخ. دي كانت من فين؟ من الفرات عند العراق حتى النوبه جنوبا، من الفرات شمالا عند العراق حتى النوبه جنوبا. وبكده أمن حدود البلاد للجنوب علشان هو سيطر على الجنوب. بعدين الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني ده ليه لقب؟ هو بيقولوا عليه بطل الحرب والسلام. ليه بطل الحرب والسلام؟ أصل هو عمل بعض الحاجات، إحنا هنقول عليها بعد شوية بس نشوف الأول عمل إيه. بنى معابد كثيرة. وأشهر معبد عمل هو معبد أبي سلمى. ونحت مسلات كثيرة، يبقى دي الحاجات اللي عملها في الفنون والعمارة. طب احنا بنقول عليه بطل الحرب والسلام، أصل هو استطاع هزيمة الحيثيين. هنقول اسمه ايه بس تاني؟ اسمهم الحيثيين. في معركة كان اسمها معركة قادش، بس على الرغم من ان هو هزمهم وانتصر عليهم إلا انه عمل حاجة مهمة جدا كانت أقدم حد عمل ده. هي ايه؟ وقع أول معاهدة سلام في التاريخ. بعد ما انتصر عليهم وقع معاهدة سلام بينه وبينهم، ودي كانت أول معاهدة سلام في التاريخ مع الحيثيين ورمسيس الثاني. ليه؟ لما تفسر وقع معاهدة سلام بينه وبين الحيثيين لرغبته في التسامح والسلام. هو كان بيحب التسامح والسلام، وعلشان كده وقع أقدم معاهدة سلام مع الحيثيين. احنا كده خلصنا الدرس الحمد لله، أخدنا الأربع ملوك بتوعهم. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.